نتعرف على أحوال الطقس معك يا ليلى. تماما يا هايدي، مثل ما تعودنا كل سبت نتعرف على أحوال الطقس الجوي المتوقعة. ما حناخذ اتصال مع المتنبئ الجوي حسان جردي ليعرفنا على آخر أحوال الطقس. يسعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك. بداية خلينا نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة. مثل ما عم نشوف بالنهار عم تكون يمكن درجات الحرارة شوي عالية، الشمس قوية، بالمساء عم نشوف درجات الحرارة عم يصير كتير في برودة، وعم يصير هواء يمكن عواصف كمان، في تخوفات يمكن في كتير ناس عم تشوف على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم انه في عواصف رح يصير كوارث. خلينا نوضح هذا الشيء ونعرف درجات الحرارة لهذا الأسبوع، هل في منخفضات وأيضا درجات الحرارة بالمحافظات السورية؟ شكرا عينك. هلأ بداية صباح الخير من جديد لإليك الأخباري السورية. بشكل عام احنا ضمن حالة عدم استقرار بالنسبة للمنطقة الأسبوع الماضي، وأثرت على أغلب المناطق والمدن السورية، ولكن بشكل عام يعني هلا التأثير رح يكون بشكل أوضح خلال اليومين القادمين بالمنطقة الساحلية والشمالية الغربية وجزء من الجزيرة. الشيء اللي يميز الطقس خلال اليوم هو النشاط بسرعة الرياح الغربية واللي عم تتجاوز سرعة الأمواج بعض الأحيان 20 كم/ساعة، خاصة بالمناطق الجنوبية والوسطى والساحلية، كثير غبار في المناطق الساحلية بشكل عام. الأجواء بالذات البلاد عم تستشرف امتداد في الطقس الجوي، سعر خطر للتيارات الغربية في طبقات الجو العليا. تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل مثل هذه الفترة من السنة، والجو ربيعيا معتدلا غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيئة لهطل زخات من المطر في المنطقة الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشرقية. تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد ببعض الأحيان خاصة في المنطقة الساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والقلمون. الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز 80 كيلومتر بالساعة خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية، تصير الغبار في أغلب المناطق الداخلية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج. على أنهار بكرة في انخفاض ثاني على درجات الحرارة، الحرارة رح تكون أدنى من المعدل من درجة إلى 3 درجات مئوية بأغلب المناطق والمدن، خاصة رح نلاحظ الانخفاض الأكثر هو يوم الاثنين ونشعر بهذا الانخفاض يوم الاثنين بإذن الله. الأجواء بتضل ربيعية معتدلة بشكل عام، فرصة الهطول المطري رح تكون جيدة جدا خلال مساء يوم الأحد والاثنين في المنطقة الساحلية، فرصة بتضل موجودة ولكن الفرصة الأكثر رح نلاحظها بالليل في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، وفي فرصة لاحتمال هطول الأمطار بمناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحيانا في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية. تظل الرياح الغربية الجنوبية غربية، الهبات تتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في المناطق الجنوبية والوسطى، تصير الغبار في المناطق الداخلية، البحر عالي ارتفاع الموج، بنحذر من ارتفاع الموج، ممكن الموج يتجاوز نهار الأحد في 2.5 متر مع النشاط الكبير بسرعة الرياح. اليوم وبكره وبعد بكره النشاط رح يكون واضح مثل الرياح تحديدا بالساحل مثل ما ذكرت، الهبات اليوم 80 كيلومتر، هذا بيؤدي على ارتفاع بسرعه الموج، والامواج رح تكون تقريبا من 2 متر إلى 2.5 متر في بعض الاحيان. تستمر معنا الاجواء هيك حتى يوم الثلاثاء، بتبلش الاجواء الثلاثاء تميل للاستقرار وبتبلش الحراره ترتفع بشكل تدريجي وتصير الاجواء اجواء غائمه جزئيا، وتظل ترتفع الحرارة حتى نهاية الأسبوع لحتى تتحول الأجواء من أجواء ربيعية معتدلة إلى أجواء ربيعية، رح تكون حارة نسبيا نهاية الأسبوع يوم الأربعاء والخميس القادم، حرارات رح تكون أعلى من المعدل يوم الخميس من 3 إلى 5 درجات مئوية بأغلب المناطق، والرياح رح تتحول لرياح شرقية لجنوبية شرقية للخفيفة والمعتدلة، عم تنشط سرعتها ببعض الأحيان. هلا بشكل عام حالة عدم الاستقرار اللي عم نشهدها بدها تؤدي لهطولات مختلفة بمناطق متفرقة بتضل مستمرة معنا حتى منتصف الأسبوع، من منتصف الأسبوع حتى نهايته رح ترجع الأجواء تستقر وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى تصبح أعلى من المعدل نهاية الأسبوع من 3 إلى 5 درجات مئوية يوم الخميس القادم. وبدنا نلاحظ نحن الفروقات ما بين الليل والنهار،
بس بشكل عام رح تضل الأجواء رغم هذا الارتفاع أجواء ربيعية معتدلة هي سيدة الموقف. وبالليل رح نلاحظ أنه في نسمات برد خفيفة وخاصة بالمناطق الجبلية والمناطق العالية. هلأ دائما بنحذر نحن خاصة بالمنطقة الساحلية يوم الأحد والاثنين من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات والأماكن المنخفضة بسبب غزارة الهطل المطري. بنحذر من ارتفاع الأمواج نتيجة الرياح العالية والتي تتجاوز الهبات 80 كيلومتر بالساعة تحديدا بالساحل والجنوب والمنطقة الوسطى والشمال. الأمواج ممكن تزداد تتراوح بين المترين للمترين ونص يوم السبت والأحد والاثنين. تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والتدريب المسارب بسبب الرياح في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجزيرة والبحر. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 26-13، القنيطرة 22-10، والقلمون المرتفعات الجبلية 11-7، درعا 24-13، السويداء 20-9، المنطقة الوسطى 5-5، 26-15، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 30-14، الساحل السوري المادية وطرطوس 25-19، والشمال حلب وإدلب 26-15، دير الزور الرقة البوكمان المنطقة الشرقية 31-18، وأخيرا بلدادي السورية مدينة الزور 28-15. أكيد بدنا نتشكرك أستاذ حسان على المعلومات اللي قدمت لنا إياها.